الخير لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا عبر شاشة قناة سما الفضائية في الحلقة الأخيرة من برنامج دوز الطبي قبل شهر رمضان المبارك. ينعاد عليكم بألف خير يا رب. رح نتناول خلال هالحلقة مواضيع متنوعة وحديثة ومن اقتراحاتكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة، ينعاد عليك بكل خير يا رب. وبالإضافة إنه اليوم يوم المرأة العالمي، صح. إن شاء الله كل سنة وأنتي سالمة وكل سالمة الأمهات والصبايا والبنات الحلوين بألف خير. بالنهاية المرأة هي أم، صحيح. وبالنهاية هي ابنة وهي نصف المجتمع، صحيح. وبتعمل النص الثاني كمان، مزبوط. قبل ما نتعرف على عناوين حلقتنا لليوم رح خبرك أنتي والمشاهدين معلومة كتير مهمة بتخص القهوة وارتفاع ضغط الدم. بس بدي أسألك دكتورة قبل ما نبلش، تشربي قهوة كتير؟ كتير، كل الدكاترة بتشرب كتير قهوة كتير مشان صحتها. طبعا هلأ أهم شي نعرفه أنه الكافيين اللي موجود بالقهوة بيتسبب بزيادة ضغط الدم لفترة قصيرة، هيك أثبتت الدراسات، لكن هاي الفترة بتكون بصورة حادة كتير كتير كتير، حتى لو كان الإنسان غير مصاب بضغط الدم المرتفع. يعتقد الخبراء أنه الكافيين بيمنع إفراز الهرمون المسؤول عن بقاء الشرايين واسعة. صراحة شو ما حكينا عن أضرار القهوة مستحيل بطلة. مستحيل، مش كهلأ بيجي رمضان ببلش وجعنا راسنا أول أسبوع تماما ونتعب على ما نبلش نرودج. تمام. واللي بيشرب قهوة بيعرف أنه فنجان القهوة بعد الفطور هو أهم شيء، أهم حقيقة يعني من يعني الأكل اللي بدنا ناكله. أهم الأكل، صح، إن هي ريحتها لحالها بتكفي. تمام، كاسة مي وفنجان قهوة. أوكي، أما هلأ خلونا نشوف العناوين سوا. المكملات الغذائية وكيف تؤثر على الصحة. إبهام القدم الأفحج أسبابه وطرق العلاج. العزلة الاجتماعية وارتباطها بتغييرات بنية الدماغ. إجابات الأسئلة الشائعة حول دواء الريتان. العديد من الأشخاص بيلجأوا ودون استشارة طبيب لتناول المكملات الغذائية سواء لتحسين الصحة العامة أو لتساعد على تلبية المتطلبات اليومية من العناصر الغذائية الأساسية، ولكن الأطباء حالياً عم يحذروا منها ومن أضرارها الكبيرة على الصحة. خلونا نتابع هالتقرير لنعرف تفاصيل أكثر. حذر الأطباء من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب لأن بتحتوي على مكونات إلى تأثيرات قوية بالجسم، ويمكن تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية وهذا الشيء يؤدي لمشكلات صحية كبيرة. وذكروا أن اتباع نظام غذائي متوازن والنوم المنتظم هنن الحل الأمثل للحفاظ على قوة جهاز المناعة، وأضافوا أنه بعد ما يتم امتصاص كل منتج بيذهب للكبد والكلى وبينطرح من خلاله، وإذا ما خرج فبيتراكم بالجسم وبيسبب مشكلة. أما عن أضرار هالمكملات فهي بتشمل ارتفاع ضغط الدم وتلف الجهاز العصبي وتقليل فعالية الأدوية المضادة للتشنج، بالإضافة إلى الإصابة بالأرق وصعوبة بالخلود للنوم. ونصحوا الأشخاص اللي ما بيعانوا من مرض أو اضطراب بيتعلق بامتصاص الفيتامينات أنه من الأفضل يحصلوا على جميع الفيتامينات اللي بيحتاجوها من الأطعمة مع اتباع نظام غذائي صحي. أول مواضيع حلقتنا لليوم هو من اقتراحاتكم عبر بريد الصفحة، إبهام القدم الأفحج اللي بيؤدي لبروز نتوء عظمي عند المفصل وبيسبب آلام كثيرة. لهيك رح يخبرنا اليوم الدكتور رائف ياسين استشاري بالجراحة العظمية وتفاصيل أكثر عن إبهام القدم الأفحج وعن أسبابه وخيارات العلاج المتاحة له. بالإضافة لهيك رح نتطرق للحديث عن تقوس القدمين. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك وان شاء الله كل سنه وانت سالم. يسعد مساك وكل سنه وانتم سالمين، مشان رمضان مشان عيد المراه كمان. خلينا اياك يا دكتور. انت سالم يا رب. انتم نص المجتمع طبعا. خلينا اياك. خلينا اياك اساسا يعني وبالنهايه تكافل بين الرجل وبين المراه، ما في حدا اهم من حدا. بس صح، تساوي، نحكي بالتساوي دائما. غير ما اكيد. تمام، اهلا وسهلا فيك دكتور.
دكتور، بداية خلينا نحكي عن إبهام القدم الأفحج. الأول شيء لنعرف السادة المشاهدين شو هو إبهام القدم الأفحج. إبهام القدم الأفحج هو اتجاه تغيير الإبهام اتجاهه باتجاه باقي الأصابع وبروز المش باتجاه المعاكس. طبعا. هون بيسبب كتير أمور آلام ومشاكل بالقدم، وبيصير أوقات تراكب الأصابع فوق بعضها. مشان هيك نحن أول ما ببلش معنا القصة لازم نتابع مع طبيب عظمين لقينا شلون لازم نعمل مشان ما نصل بالآخير لعلاج معقد. طبعاً نحن فينا نلاحظ أوقات كثيرة عند حديثين الولادة يكونوا ولدانين بشوية ميلان بالإبهام. هذا ما بيخوفنا. إمتى ما بلش الطفل بالمشي يعني بعد السنة سنة وشهرين سنة ونص ممكن يتقوم، منسميه إبهام أفحج مرن. ممكن يتقوم لحاله ما بده شيء، يعني ما يغلي قلبه من الأمهات وقت بيشوفوا الإصبع مائل بعد فترة. أما إمتى ما مشي وبلشنا بالسنتين وقتها بنراجع الطبيب إذا تم الوضع مائل بالإبهام، بنراجع الطبيب لاقي له حل. تمام. لاحظت من حديثك دكتور أنه ممكن يكون حتى عند حديثي الولادة، وبالتالي هو خلينا نقول شامل لكافة الأعمار. شو الأسباب اللي بتخلي أنه كل هالشريحة العمرية يظهر عندها الإبهام الأفحج؟ طب هلأ حديثي الولادة بيكون نتيجة وجوده برحم المرأة أو جلوسه ووضع الرجل ممكن يعملنا هالقصة. الحالات الأكثر شيوعاً هن الوراثي. بتلاقي مثلاً بتجي مريضة لعنا على العيادة عندها إبهام أفحاج، مين في بعيلتك؟ بتقول لك ستي أو ستي أو خالتي أو جدي أو أبي أو أمي بيكون عنا. الشغلة الثالثة ممكن عنا كثير منهم المضيفات الطيارة، الكعب العالي والحذاء الضيق. هذا بيؤدي لبسه لفترة زمنية طويلة بيؤدي إلى الارتكاز بالوقفة على الإبهام بميل الإبهام. هلأ ممكن مرض روماتويد ممكن يؤدي إلى إبهام أفحاج. ممكن مثلا عملية جراحية كسر مو صار التئام مظبوط، ما صار رد كسر مظبوط يعملنا إبهام أفحج. تمام. ممكن حمض البول يعملنا مشاكل أوقات بزيادة بروز النقرس بزيادة بروز الكيسة اللي على رأس المشط بيصير في احمرار كمان عندها. يعني تقريبا هدول الحالات اللي ممكن نقول هن أسباب الإبهام الأفحج. تمام. تمام. طب دكتور إمتى وكيف بتبلش الأعراض إذا ما كانت هي الحالة ولادية؟ طب هلأ الأعراض أول فترة هي ما في ألم ولا في عنا مشاكل بنوم، بيتشوه شوي صغيرة، الأهل بيقولوا ما في شيء يعني. بس طبعاً إمتى ما بلشت تميل بقى زيادة وصار في عنا زاوية بين الإصبع وبين المشط أكثر من 25 درجة فينا بالخطر هون. مشان هيك نحن بنقول دائما أنت وقت بتلاحظوا أنه الأهل أنه في عنا شيء مو طبيعي، مثلا صبية المفروض تلبس مثلا 36 عم تلبس 36 ما عم ترتاح بالحذاء بدهم 37 38، لازم نتجه نحو نشوف أنه شو هالسبب، شو المشكلة. طبعاً. هل هو الإبهام الأفحج صاير أو زايد، أو هو سبب قدم مسطحة أدت إلى وجود الإبهام الأفحج. تمام. مشان هيك نحن إمتى ما شفنا ببداية الميلان يفضل مراجعة طبيب عظمي. تمام. هلا من حديثك دكتور بس النساء عم تنصفي، الرجال خارجين عن الموضوع. دائما للأسف يعني أكثر الأمراض العظمية نسبة النساء تقريبا 1 لـ3. تمام. طبعا من هشاشة العظام والإبهام الأفحج وتنكس المفاصل كله للأسف عندكم أنتم نسبة أكبر من نسبة الرجال. يعني بفهم حضرتك أنه ممكن ما يصيب هو الذكور إجمالا، ممكن ما يصيب غير إذا كان وراثي أو إذا كان في مشكلة مثل ما حكينا أنه رياضي عمل كسر سلامي عمل كسر مشط لم يتم رد الكسر بشكل جيد، ممكن يصير في مشكلة بالأوتار ممكن يميل الإبهام. تمام. تمام. طب دكتور خبرنا عن مضاعف مضاعفات هذا المرض. هذا سؤال حلو كتير. طبعا شو هو مضاعفات المرض؟ يمكن كلياتنا شايفين خالاتنا عماتنا جيراننا انه بيصير بتلاقي الاصبع الثاني الابهام بيركب على الاصبع الثاني او العكس، بتلاقي انه بيروح الاصبع الثاني على الابهام بيصيروا بشكلهم هيك، بيصير في عنا شيء اسمه اصبع مطرقه الاصبع الثاني بشكله بهالشكل. تماما. بنضطر نحن وقت بيكون في بقى مشكله كبيره وزاويه كبيره بدك تصلحي اكثر من اصبع واكثر من وتر لحتى ترجعي القصه لمكانها. اما نحن في حال اكتشافها بالوقت المناسب كثير كثير شغلتها بسيطه وعلاجها بسيط كثير. تمام. هلا رح ننتقل شوي دكتور للعلاج، بس بدي ابتدي مع حضرتك انه كثير بنشوف على الانترنت انه في اجهزه معينه بنحطها بيربطوا عليها الابهام. يعني شوفوا حقيقه هذا موضوع تجاري،
أم هو ممكن هيك يتصلح؟ لا 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 مو تجاري أبداً، ممكن يتصلح بالمرحلة الأولى أو الثانية منها وقت بتكون الزاوية تحت 25 درجة. في عنا طريقتين للعلاج. أول شيء بدنا نحاول دائماً نلبس الحذاء العريض وما نلبس الكعب العالي، هاي أول حال. الحالة الثانية في شيء اسمه مبعدة سيليكون بتقعد بين الإصبع الإبهام والإصبع الثاني، بتبعد الإبهام تخليه بشكل مستقيم تقريباً. طبعاً. الشغلة الثالثة مثل ما قلتي حضرتك الجبيرة الليلية، طبعاً. هي بتنحط بتسحب الإبهام في إلى زوايا، كل يومين ثلاثة ممكن تشديها بيسحب الإبهام لبرا، وخاصة بالاكتشاف بالمراحل المبكرة تعطينا نتائج كتير حلوة وممكن ننعفى من عمل جراحي. تمام، ممكن نحن نضطر انه نفوت على عمليات طبعا جراحيه في حال ما تم العلاج. هلا شو بتشمل؟ هلا نحن بقى هون بقى العالم اوقات كثيره بتلاقي وقت بيصير في عندهم المشكله الكبيره بيكونوا فوق ال 50 او 60 سنه، تمام؟ تيجي بتقولي له تعالوا نعمل لكم عمليه، اذا ما كانوا موجوعين كثير بيقولوا لك ما عاد بقى شيء من العمر، وهذا صحيح غلط. صحيح انا برايي تماما، لانه هي بعدين بدها تغير بطريقه وتوزيع الوزن على الطرفين السفليين، ممكن تؤدي إلى مشاكل بالظهر، ممكن تؤدي إلى مشاكل بالركبتين. طبعاً العمل الجراحي مثل ما حكينا إذا كانت الزاوية بعد الـ 25 درجة. طبعاً في طريقتين من العمل الجراحي، طريقة بسيطة كتير وقت بتكون ببدايتها هو نقيم الإكسوستوز أو النتوء العظمي اللي بالمشط ومنصلح الإبهام. هاي طريقة بسيطة بالمراحل الأولى. هلأ في مرضى بيقولوا لك دكتور في ناس كتير عملتها ونكست طلعت مره ثانيه، هلا هو انت اذا عملتي العمليه المضبوطه ما عاد تنكس مره ثانيه. شلون؟ هلا اذا قمنا بس شقفه من راس المشط تماما، نحن ما خيرنا المحور المشط عم يطلع لبرا والاصبع عم تدخل لجوا، مع الزمن بتلاقي رد طلع لبرا المشط، بيفتكروا العالم انه طلعت مره ثانيه نكست العمليه. هلا هون بقى هون مهاره الطبيب وهو شو بيقترح على هو الحالة والدرجة. هلا نحن دائما بنعمل وقت بتكون فوق ال 25 او 30 درجة بنعمل فيها خزع مشط، يعني بناخذ مثلث عظمي وبنرجع المشط لمكانه وبنحط برغيين او صفيحة صغيرة او اسياخ تماما، بنصلح الابهام طبعا بالاضافة الى تصليح الابهام. الابهام في عندنا اصلاح الاصبع المطرقة، الاصبع المطرقه بدنا نصلح التراكم، بنقيم الجزء من المفصل وبنعمل ايصاق بين سلاميتين، بنحط سيخ بقلبه. بس هون بقى المشكله انه بعد العمل الجراحي بدنا 6 أسابيع جبصين لحد ما يرجع يلقم العظم. ما فيه دغري مارس حياته. بعد اسبوع او 10 أيام بيقدر يجوز على الجبصين، بس قبل لا طبعا. بده يمشي على العكازه في حال كانت رجل واحده، اما اذا كانوا رجلتين بده يرتاح بالسرير لفتره اسبوعين بعدين بيقدر بيمشي. طبعا بعد 4 أسابيع بنعمل صوره مراقبه لنطمن على الوضع انه صار في التئام، اذا ما صار في التئام بنمدد اسبوعين ثانيات، بعدين بنفك الجبصين بتصير اموره كثير جيده، بتجي الصبيه مبسوطه انه زغرت رجلها صارت تلبس اصغر بنمره او نمرتين بقى، والنتائج حلوه كثير. اذا بنختار نوع العمليه، هي على فكره الابهام الافحش في اكثر من طريقه للعمل الجراحي، إذا بنختار الطريقة المناسبة للزاوية المناسبة بناخذ نجاح حلو كثير. حتى منظرها يعني بشكل عام بعيداً عن الوظيفة بيصير صحيح. إيه بتصير شكلها حلو. صحيح. هي بترتاح الصبية ده. ونحن بس مهمنا هلا مبدئياً خلينا نشوف شكلها حلو إيه؟ وما عليه الوجع. لا ضروري. إيه معلش أسبوعين بتحمل الوجع بعدين بيروح. تمام. تمام. طب دكتور خلينا هلا ننتقل بالحديث عن تقوس الساقين. تمام. نحكي عن هذا الموضوع بشكل أوسع. تقوس الساقين كمان موضوع كثير حلو. باعتبار اخر حلقه هلا عم نحكي فيها، بنشاهدها دائما واكثر الاحيان عن حديثي الولاده، كمان عند حديثي الولاده لو وجوده برحم الام ممكن يؤدي الى عاده غلط بتقوصوه خلال سنه او سنه وست سبع اشهر ممكن يرجعوا يتقوموا الطرفين السفليين، خاصه امتى ما بلش يمشي. هلا في عندنا نوعين من التقوس، هل هو كساح ولا هو داء بلانت؟ عندنا نوعين، داء بلاونت هو مشكلة إنه بيكون في عندنا المشكلة بغضاريف النمو، بيختلف توزيع الثقل على الطرفين السفليين بأوصوا الرجلتين. طبعا نحن شلون بيبين معنا عيانيا من ضب القدمين على بعضهم بتلاقي في تقوس تباعد بين الركبتين. طبعا هون انت بنكتشفه نحن وقت بيكون ولد صغير، بيكون هذا البلاونت طبعا بنكتشفه بصوره شعاعيه، مشان نميزه عن الكساح.
الكساح هو عوز للفيتامين د. كثير اوقات عدم تعرض الطفل للشمس ممكن ما عم ياخذ حليب مزبوط من والدته او عنده نقص فيتامين د او كالسيوم ممكن يزيد التقوس وممكن بعد 3 سنين نلاقي الامور تحسنت. طبعا. في حال نحن مرقنا ل3 سنين وما تحسن التقوس كل ماله عم يزيد يفضل مراجعه الطبيب عظميه، بنعمل صوره بنحدد هل هو داء بلاونت ولا هو كساح وعلى ضوء النتيجه بنعطي العلاج. تمام. دكتور، هل قعدة تبعية الطفل اللي هي W هي متهمة بالموضوع ولا ما إلها علاقة؟ لا ما كثير إلها علاقة، بنوب بنوب. وحمل الأوزان بعمر مبكر؟ طبعا حمل الأوزان بعمر مبكر بيأثر على الطفل وخاصة بالجن إذا محملنا الثقل. هلا نحن وقت بنلاقي إنه بداية كساح عند الطفل طبعا بنعطي إبرة فيتامين د للطفل نصها شرب ونصها بالعضل، وإذا كان شوي عجعوج الطفل او بدين شوي أحلاهم. مثل ما نحن بنغذيهم بنحبهم بنقول لوالده الطفل حاولي لا تحطيه بالكريجه، واذا بدك تحطيه ما يحط رجليه بالارض لانه على الكبس بيزيد التقوس عنا، واتركيه اذا بده يزحف ويمشي لحاله اوكي، بس أفضل. على الكراجه خليه رافع الرجلتين اذا بدها ترتاح بدها تطبخ او تعمل شيء بالبيت مشان يتسلى الطفل. معناها الكراجه ممنوعه بس في حال نحن كان عندنا مشكله كساح. هلا ما بشكل عام، هلا بشكل عام انا بحبز دائما نحن اطباء العظميه بنحبز الكراجه بعد ال10 اشهر. اوكي. تمام. ومثل ما بتتذكري ستاتنا وستاتكم كانوا مثلا البنت يقولوا ما تقعدوها هي وصغيره. مزبوط. تماما. لبعد ال9 اشهر هذا كله له شيء بالعلم على فكره. تمام. صحيح. لا 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 بقى مشان هيك نحن الكراجه دائما بنقول بعد ال10 اشهر. تمام تمام. طب دكتور، هل لبس الاحذيه الضيقه او غير الملائمه لنا ممكن تسبب عفوا تقوس بالساقين؟ لا اكيد لا. طبعا اكيد هو السبب الاساسي هو العوز لفيتامين د. هلا ممكن يكون سبب اخر هو مثلا كسر بغضروف النمو لم يعالج بشكل جيد. تماما. بيؤدي الى بالطرف هذا المصاب ممكن بس برجل وحده تقوس. تمام. اما الكساح اجمالا بيكون بالطرفين السفليين، والكساح اجمالا بيكون يعني عند الساقين اكثر من الفخذين. داء بلاون ممكن يكون بالفخذين والساقين. يعني. وفي عندك القزامي، القزامي بتؤدي الى تقوس بالساقين، مسكين بيكون قصير بيزيد تقوسه بيقصر اكثر. عرفتي يعني ايش؟ طبعا القزامي بتعرفي انه هي ممكن يكون وراثيه. صح. دكتور، هل قابل للعلاج او نحن خلينا نقول ريفرسبل، يعني ممكن يرجع شخص خلق ما عنده تقوس، صار معه كساح الطفل، صار عنده تقوس، ممكن يرجع لطبيعته؟ طبعا اكيد. طبعا هلا نحن دائما اول شيء دائما بنبلش وقت بيكون صغير بنبلش بفيتامين د ومراقبه، في حال زاد التقوس بنلبسه جهاز بوط مع حدايد مع حوض مشان يكبس من مكان التقوس. طبعا بيروح كل شهر لعند المنطقه اللي عمل فيها الجهاز مشان يعير له اياه. انا كثير عندي حالات خلال 6 اشهر للسنه، طبعا حيتضايقوا الاهل ويتضايق الطفل بالمشي بالجهاز، كثير في تحسن فيه. طبعا هذا طريقه المحافظه بالاضافه الى الفيتامين د. طريقه ثانيه عندك اذا اكتشفتي انت قبل اغلاق سن غضروف النمو، كثير عندنا نتيجه كثير حلوه ممكن نلاقيها وهي تسكير قسم من غضروف النمو الوحشي. تماما. بخرزات، عمليه كثير بسيطه وصغيره، بتحطي خرزات وطبعا بنحط له جبسين اسطوانه جبسيه لمده 4 الى 5 اسابيع ومراقبه شعاعيه، خلال 6 اشهر بتلاقيهم تقوموا لحالهم عن طريق النمو، لانه عم ينمى من قرنه محل ما كان مقوس، محل ما كان زياده نمو سكرناه. دكتور، هذا ما بيؤدي لقصر القامه؟ ابدا، التقوس بيؤدي الى قصر القامه. لا قصدي لما نحط اما وقت بتصلحيه لا بده يطول الطفل، لا وقت تسكري غضروف النمو لا 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 ما له علاقه. لا طبعا الفترة الزمنية ما لازم تطول. تمام. يعني بين 6 اشهر والسنة لتتقوم، بعدين بنقمله اياهم بكمل نموه. اما في حال اكتشفنا الكساح بوقت متاخر او ما حبوا يعالجوه وقت كان صغير، هون صفينا بدنا عملية هي جراحية. خزع العظم، عملية جراحية غليظة ومؤلمة وبتؤدي الى جلوس بالتخت حوالي 3 اشهر تقريبا. أوه. وجبصين بقى في عالم متعبين للأهل. تماما. هلا نحن بيجوكي صبايا لعنا فوق ال20 سنة،
يعني بقول لهم والله انا برايي انه اكثرهم بيكونوا نحيفين على فكره اللي عندهم كساح. بقول لهم انا سمنوا حالكم شوي صغيره ممكن يتحسن الوضع، لانه العمليه اول شيء بدها تعمل علام، ثانيا ما لنا مضطرين نعمل اذا انت مالك متضايقه منا كثير مو كثير زياده تقوس. قال انا الاسبوع الماضي عملت لطفله قزمه مثلا 9 سنين طولها تقريبا اقل من متر، عملت لها تصحيح جراحي، اضطريت اعمل تصحيح جراحي لانه كثير مقوسين الرجلتين. تمام. والحمد لله النتائج حلوه، بس هون بقى في شق جراحي ومشكله. صحيح. يعني صحيح. نحن بنحبس دائما يا علاج محافظ يا بالخرزات مشان ما نكبر الشقوق، خاصه عند البنات الأطفال. بالمستقبل مشان الزواج واللبس. ايوه مشان ما يعلم الجرح العملي. طيب الجرح. دكتور مثل ما تفضلت هلا حضرتك انه طفله بعمر 9 سنين عندها قزامه، هلا نحن عم نسمع من جديد عن عمليات التطويل يعني. طيب. فنحن ليش ما بنتدخل بهي العمليه انه نطول لها يعني مثلا 6-7 سنتي يعني ممكن تفيد؟ هلا نحن بنعمل عمليات تطويل، انا بقدر اطول كل عظمه بين 9-11 سنتي. عفوا خصوصي قبل سن البلوغ يعني. ايه تمام. بين 9-11 سنتي. تمام. هلا هن وقت بيكون انت عندك قزامه من غير تشوه عظمي كثير بتاخذ نتيجه. تمام. طبعا بس المشكله انه نحن بيجي عندي واحد مثلا عمره 20 سنه بده يعمل عمليه تطويل طوله 150 سنتي، ممكن انا طوله 10-10 يعني 20 سنتي تقريبا، بس عمليه طويله الامد. صحيح. نحن بنحط مثبت خارجي وكل يوم بده يطول المريض ميلي وبده مراقبه شعاعيه، بالاخير امتى ما طول الرقم اللي بدنا اياه بدنا ننتظر 3 أشهر كمان الجهاز محطوط على طرف العظمه ليعدم العظم مزبوط لنفكه، لانه اذا فكيناه بوقت مبكر بيصير في بيرد تقوس عندي، لازم يعظم العظم بشكل مزبوط. يعني المشوار بده اكثر من سنه. صحيح. تماما. ومتعب مو سهل بس قطعم. بتصير بس متعب كثير. مؤلم. تمام. مؤلم اول فتره بعدين بيمشي الحال. تمام. طب دكتور ايمت انا بقول انه خلص ما بقى فيني استعمل علاج محافظ، قطعا بدي روح على الجراحه؟ وقت بنستنفذ الفرص الدوائيه والاجهزه. تماما. دوائيه مثل شو؟ فيتامين د حصرا وتعرض للشمس ونكثر من الاسماك ومن الالبان ومن العصائر، هدول كلهم يحتووا فيتامين د، والخضره الورقيه كمان كثير مهمه. تماما. في حال مرقنا نحن مرقت 6 أشهر سنة ونص ما تحسننا، بدنا نتجه نحو المرحله الثانيه. اذا حابب يقوم الاهل، في عالم بتقول لك انا ما بدي اعمل عمليه لابني، ما فيك تجبريه. صحيح. صح. بس نتائج العمليات حلوه واعده. ايه حلوه حلوه. ايه تمام. شكرا كثير لك دكتور، وشكرا كثير لوجودك معنا، تشرفنا كثير بوجودك اليوم. شكرا. باخر حلقه من برنامجنا. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بخير يا رب. ينعاد عليك بكل خير يا رب. انتم سالمين ان شاء الله. اهلا وسهلا. العزله من اكثر الامور اللي ممكن تسبب مضاعفات نفسيه خطيره للانسان. طبعا الدراسات اثبتت تاثيرها الكبير على الدماغ البشري اللي بيكون اكثر تناغم وتكيف واستعداد للعمل والتطور لما بيكون متفاعل مع المجتمع. لنعرف اكثر عن هالموضوع خلونا نشوف هالتقرير. لما منكون ضمن مجموعة حوالينا ونعيش التفاعل اللي بيصير منشعر بالسعادة، وهالشي لأنه الدماغ بيدعم هالتفاعلات. أظهرت الدراسات أنه الانتماء لمجموعة بيحسن من رفاهية الإنسان وبيزيد من معدل الرضا عن الحياة. بس كتير من البشر حالياً بيعانوا من الوحدة أو العزلة الاجتماعية، وإذا كان دماغ الإنسان نشط بالتفاعلات الاجتماعية فمن المتوقع تأثر عليه العزلة بشكل كبير. أفادت الدراسة أنه العزلة الاجتماعية ما بترتبط بإحداث تغيرات ببنية الدماغ والإدراك، بس بتزيد من خطورة الإصابة بالخرف عند كبار السن. توصل العلماء أن الأشخاص المعزولين اجتماعياً بيعانوا من إجهاد مزمن، وهذا هو يلي بيأثر على العقل والصحة الجسدية. وفي سبب تاني وهو ضمور بعض وظائف مناطق الدماغ يلي ما بنستخدمها. غير هيك ممكن تدفع الوحدة الشخص لعدم اتباع نظام غذائي صحي والشعور بالقلق وعدم انتظام أوقات نومه، وهالعوامل بتأثر على الصحة على المدى الطويل. وحددوا بآخر الدراسة بعض النصائح للتغلب على العزلة الاجتماعية، منها مشاهدة المناظر الطبيعية يلي بتخفف من الشعور بالتوتر والاضطراب العاطفي، ممارسة الرياضة البدنية يلي بتحسن استجابة جهاز المناعة العصبي وبتكون مضادة للالتهابات.
ثاني مواضيع حلقتنا لليوم هو الرتان، هالدواء اللي حواليه كتير أسئلة من قبل الشباب والصبايا، وخاصة إنه فترة المراهقة مثل ما منعرف بتتعبهم من ظهور حب الشباب بشكل كثيف، وبياخدوا يمكن أدوية كتير وما بيشعروا بأي استفادة أو حتى ممكن يزيد الحب عندهم. صحيح دكتورة، وحقيقة حاليا بعد ما انتشر الدواء الرتان شاع استخدامه كتير وعم ينتشر بين خلينا نقول الفئات العمرية المبكرة، حتى عم نسمع كتير عن نتائج حلوة هو عم يعملها. صحيح. لكن بالمقابل كمان سمعنا عن مضاعفات خطيرة كان الدواء وراها، لهيك رح يخبرنا الدكتور بشار الخاني اختصاصي بالأمراض الجلدية أكثر عن هالدواء وعن مضاعفاته. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك. أهلا فيكم، وكتير بكون يعني دائما سعيد بوجودي معكم بدوز وقناة سما الغالي كتير على قلبي، وكمان مناسبة لكم كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب، بمناسبة عيد المرأة العالمي. يخلينا اياك وان شاء الله ينعاد عليك بألف خير، كونه هلا نحن اخر حلقة قبل رمضان. كل عام وانتم بخير يا رب. انت بألف خير. دكتور خلينا نبتدي حديثنا بشو هو الرتان، خلينا نحكي عنه هيك لمحة سريعة عامة مشان نغوص اكثر بالموضوع. هلا هو طبعا قبل كل شيء اسم تجاري لمادة، بتعرفي دكتورة حضرتك هي تركيبة مادة اسمها ايزوتيتونايد. هلا هي المادة موجودة بعدة أصناف سواء وطنية، في أكثر من شركة، وعنا الصناعة الدوائية الحمد لله دائما مميزة كانت ولا تزال، وإن شاء الله دائما حتكون هيك ممتازة. وطبعا في نفس المادة بمواد يعني أو بصناعة أجنبية كمان ممتازة جدا الحقيقة. فهو دواء يعني كتير جيد وبنفس الوقت كتير سيء. طبعا هتقولي كيف، حسب كيف بنعطى ومين بده يعطيه، الطبيب ولا الصيدلي ولا المريض حياخده لوحده، هون بقى هي ممكن نحكي عنها اليوم. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن ايجابيات وسلبيات هالدواء. بدون شك هلا هو يعتبر حل جدا فعال. صحيح. مثل ما تفضلتوا بالنسبه لحب الشباب اكيد بدون شك، لانه نحن قد ما اعطينا صادات حيويه سواء عم نحكي طبعا احنا اسماء علميه الدوكسيسايكلين او المينوسايكلين او كثير انواع، حتعطي فعاليه الحقيقه بسيطه دايفة. محدوده كثير حنعطي الصوابين، حنعطي المعقمات مثل الكليندامايسين او الاريترومايسين 2 او 4%، حنعطي الكريمات المقشره، حيضل النتيجه بطيئه جدا. صحيح. فلما بنعطي علاج شبه جذري بمعنى الكلمه اللي هو بجفف هالالتهابات الحبوب الملتهبه والزؤان الاسود او الابيض، فيعتبر حل جيد جدا، شرط انه يكون باشراف طبيبه جلديه او طبيب جلديه. طبعا. لانه بتعرفوا طبعا انتم دكاتره انه في تحاليل معينه لابد منها، اذا بتحبوا بنحكي عنها هلا بعد شوي، وبناء عليه بيكون الدواء فعال. اما اذا بتاخذ بطريقه غلط هذا الشيء بخوف، لانه كثير في ناس مثلا بيروحوا عند طبيب جلديه بياخذوا الدواء بيستفيدوا عليه بيعطوه لرفقاتهم. صحيح. فهون بتصير المشكله الحقيقه، اللي ممكن انه حتى الشخص اللي اخذ دواء نحن كل فتره في تحاليل معينه بنطلبها منه حتى يكون دواء دائما امن له، حتى بيكون في له عيارات يعني ما بيتاخذ بشكل عشوائي. طبعا اكيد هلا في عيارات هي العشرة وال16 وال20 وال40 طبعا حسب الحاله وحسب الوزن. اول فتره يعني كل شيء جوا بيطلع مزبوط، اول اسبوعين اربع ست اسابيع ممكن لمده شهر ونص كل مريض مزعوج انه كل شيء عم يزيد، بس كل شيء جوا بيطلع تنتشر بقى الكلمه خطر الطن وما استفدت زاد الحال. صح. فهو لابد دكتوره بتعرفي حضرتك من الاستمراريه. صح. طبعا لانه اذا اخذنا الدواء ولقينا النتيجه ممتازه ووقفنا اكيد ما حنستفيد، حنرجع بعد فتره من اول وجديد، فلازم باشراف طبي ناخذ الدواء بطريقه كثير فعاله. تمام. دكتور بعد اي مدة انا بقول انه خلص استفدت على الرتان وغير قابل انه انقص بعدين؟ هلا الحقيقه سؤال كثير حلو. اكيد يعني مثل ما قلت لحضرتك خلال شهر ونص بنبلش نحس بالفرق، المفروض خلال ثلاث شهور نحس بفرق ممتاز جدا جدا، بس ما بصير نوقف، يعني ما بصير نحن اول ما نشوف النتيجه نوقف، لازم في عيارات معينه بقررها الطبيب الجلدي او طبيبه الجلديه حسب المريض وحسب الوزن، وفي له وقت حتى الاستمراريه، ممكن العلاج ياخذ 6 شهور، احيانا ممكن ياخذ 9 شهور، احيانا ممكن ياخذ سنه الحقيقه. وطبعا ما حيكون العلاج لوحده، يعني العلاج الجهازي هو الاساس الحقيقه. بس طبعا حتى نعطي الفرق لازم نعطي غسولات معينه مثل ما حكينا بشوي، معقمات معينه، كريمات معينه لا تحوي الكورتيزون. اكيد هي اهم شيء نحكي هالموضوع هذا. بتعرفوا طبعا دكاتره انه بالنسبه للريتان او الروكوتان او الايزوسوبرا، يعني في كثير اسماء الحقيقه، ما بدي اسم واحد. لابد من اجراء اول شيء تحليل وظائف الكبد، الشحوم الثلاثيه، الكوليسترول، بعد 12 ساعه صيام لما تطلع النتيجه كويسه
وقت الطبيب بيعطي الدواء للمريض او للمريضه، والمريضه طبعا انتم طبعا كل شيء عم حكيتوا بتعرفوه، بس المريضه لازم ما يكون في عندها زواج قريب وحمل، لانه هذا الشيء كمان في له عيارات معينه بياثر على الحمل. علمان دكتور انه اخر يعني خلينا نقول ورقه بحثيه طلعت قالت انه انا فيني تتعرض المريضه للزواج او حتى الحمل بعد شهرين من الايزوتريتينوئين، قناعه شخصيه انا ما بامن الا لبعد السنه. هل حكي صح ام غلط؟ هلا في اصناف، الحقيقه ما بدي اقول انا اسماء يعني تجاريه، انه في اصناف عم تعطي فعلا انه بعد اخر حبه، حتى ما نقول حتى شهر، اذا بدنا نقول كلام دقيق بعد ننتظر بعد ثاني دوره تمصيه، فهون بكون امن 100%. تمام. بس مو كل الاصناف، فبالتالي هذا الشيء بقرره الطبيب الجلدية. يعني وفي حالات نحن بنعطي فترة أطول، مثل ما تفضلتي دكتورة كلامك صح، يعني بحس إنه أنا قصدي العالم لما عم تسمع إنه مو أنا سمعت من جارتي هي وقفت بعد شهر حبلت ما صار علي شيء، أنا بكون عم باخذ ريتان ممكن أعمل، ممكن أتعرض لشيء ثاني. أكيد أكيد. تمام. طيب دكتور قديش بيستمر كورس العلاج وعلى شو بيعتمد؟ الحقيقة هلا هو الهدف من العلاج تجفيف الدمامل والحبوب اللي نحن هلا هو الأكني فولغاريس، عد شائع بتلاحظي حضرتك الحبوب الملتهبة كتير الزيوان المزعج كتير، فنحن حنعطي صوابين، حنعطي معقمات، حنعطي كريمات، حتى لو عملنا جلسات معينة بإيد طبيب أو طبيب الجلدية إذا ما أخذنا حب ما حنستفيد. والحقيقة أنا هذا الحب بحبه كتير وفعال جدا، يعني أنا بنصح فيه الكل، شرط أنه بإشراف طبيبة أو طبيب جلدية بعد ما بنعمل التحاليل المعينة، وقتها الطبيب أو الطبيبة بيعطوه بكل أمان وبيعطي فرق واضح جدا خلال 3 شهور، ولابد مثل أنا آسف عميد نفس الكلام، لابد من الاستمرارية. طبعا بدنا نكون متأكدين بنفس الوقت، بس بتجيني صبية لابد أن يكون ما عندها أي مشكلة هرمونية نسائية. يعني أنا لما ببلش بهذا العلاج أوكي طيب هلأ هي ما عندها زواج، بس لازم يكون متأكد أنه ما عندها مثلا مبيض متعدد كيسات أو أي خلل هرموني حتى يكون النتيجة فعالة أكثر. الدواء جيد، بس شو عم يصير؟ انه مثل ما تفضلتي صبيه بتاخده بتستفيد كثير، بتعطيه لرفيقتها او رفيقتها بتاخده بتلاقي انا مثلك، انا نفس الوزن نفس الطول بتاخده، هذا غلط كثير، لانه التحاليل حتى نحن لنفس المريض بنعيدها بعد شهر. صحيح. يعني في متابعه، واحيانا مو يعني انه ما بنعطى الدواء من مريض لمريض، احيانا نفس المريض كل فتره بنبدل له الدواء، بنبدل العيار، فبدها متابعة كتير دقيقة من طبيب الجلدية. تمام. دكتور نحكي شوي على العيارات، هل حقيقة أنه عن جد العيار كل ما كان أقل كل ما كان أقل فعالية؟ هلأ هو مرتبط بالوزن الحقيقة. تمام. فإذا وزن يعني بيجيني مثلا صبية وزنها 40 كيلو، فأنا حأعطيها مثلا في عيارات 16 بعطيها عيار خفيف. لما بتجيني صبية وزنها مثلا 55 كيلو، ممكن أعطيه عيار 20 ميلي جرام أو عيار أقوى بصراحة، فحسب الوزن أكيد. وكل ما أعطينا علاج مترافق مع العلاج الموضعي كل ما النتيجة بتكون أفضل بكتير. تمام. طب دكتور إمتى بتختفي الحبوب بعد الريتان؟ حتى بدنا نعرف بعد ما نوقفه هل هو ممكن أنه ترجع الحبوب يكون هذا الشيء ناكس ونضطر نرجع ناخذ ريتان مرة ثانية؟ هذا أحلى سؤال، لانه كثير بيجوني مرضى والله كنا عند الدكتوره فلانه او الدكتور فلان واعطاني الدواء يا دكتور من سنتين ورد رجع لي حب الشباب. استفدت. طبيعي بده يرجع، يعني حب الشباب هو بياخذ مرحله الشباب كلها. يعني صبيه اخذت الدواء عمرها مثلا 18 سنه مو معناتها بال20 او بال25 سنه ما حيطلع لها حب، فنحن لما نوصل للنتيجه مو معناتها حناخذ الحب طول الحياه او طول فتره المراهقه او عبر سنوات، لابد من الاستمرار بالعلاج الموضعي باشراف طبيب او طبيبة جلدية. ما حيجي يوم نوقف غسولات الكويسة يلي خاصة تحوي مثلا على حمض الصفصاف، ما حيجي يوم ما نعطي معقمات الكليندامايسين او الاريترومايسين، ما حيجي يوم معنا كريمات اللي تحوي الفوسيلات الصوديوم، يعني في استمرارية، كل ما تطلع حبة بدنا نعطي علاج. البشرة لازم تكون دائما مو دهنية اذا كانت البشرة دهنية، فالحقيقة كثير في ناس مثل ما تفضلتي دكتورة بيقول لي اخذنا الدواء ورجع، طبعا حتى ما يرجع بدنا معناتها نتابع دائما مع طبيب او طبيبه الجلديه، ولو كل 3 شهور يروح عند طبيب يبدل الغسول، يبدل المعقمات، يبدل الكريمات، بجوز بمرحله لاحقه ما نعطي الايزوتريتينوين، ممكن نعطي الكليندامايسين او الكواتروسين او
مينوسايكلين او الدوكسيسايكلين، يعني كل فتره بنعطي شيء. تمام دكتور. هلا نروح شوي على المضاعفات اللي ممكن يعملها ريتانو اللي بتزعج المريضه، بالاضافه انه شو نحن ممكن ما نقدر نستعمله اثناء استخدامنا لريتان او تناولنا للريتان، مثل التريتينوين الموضعي بحد ذاته. طبعا نحكي اكثر شوي عن الموضوع. هلا طبعا اي مريضه او مريض يبلش بهذا الحال، اول شيء نحن بنقول لهم انه جيبوا ليبستيك مرطب للشفايف، لانه اكيد حتنشف الشفايف وتشقشق وينزل منها دم، فانا ما بستنى حتى يصير في تشقق للشفايف، بنبلش فورا متى ما عملنا التحليل وطلعت النتيجه كويسه. لسه قبل ما نبلش الحب بقول لهم جيبوا اي ليبستيك للشفايف طول الوقت، مو مرتين وثلاثه، طول الوقت رطبوا الشفايف، اي مرطب للايدين طول الوقت، واجباري اطرع عينيه، يعني اطرع عينيه مرطبه لانه حتى العين بتنشف. صحيح. فاحيانا ممكن ياذي العيون، بس ما بدنا نخوف العالم منه، بالعكس اذا انعطى بطريقه صح وانعطى معه اطرع عينيه مرتين او حتى ثلاث مرات حسب العيار. سالتيني قبل شوي دكتور مثلا اذا عيار خفيف بكفي مرتين باليوم، اما اذا اعطينا عيار 40 لابد من ثلاث مرات نقطر العيون حتى ما يصير في مشكله بالعيون، اذا في عدسات مو مستحب. فكثير في اثار جانبيه، احيانا بصير في رعاف وهذا شيء طبيعي جدا وبنستمر بالعلاج. فاحيانا بيعمل اكتئاب نفسي الحقيقه، فبس ما بخوف يعني. صحيح. ما بدنا كمان نخوف العالم، بس انه في له اثار جانبيه، الطبيب لازم يخبر المريض مسبقا عن كل هالامور، يعني كمان ما نخوف المريض حتى ومو كل الناس بيصير عندهم هالشيء، يعني مو كل الناس بيصير عندهم تشقق شفايف تشقق بالايدين، بس مو كل الناس بيصير عندهم اكتئاب نفسي. فنحن ما حطوا الصبايا بظهر الرتان، ايه طبعا احنا مكتئبين. ايه بس في شغله موضوع هلا خطر ببالي، موضوع الليزر. تمام. يعني اللي عم يعملوا اللي عم ياخذوا الحبوب هي مو مستحب يعملوا جلسات ليزر، لانه ممكن يصير في حرق نتيجه بيكون ماله ذنب اللي يعملوا الليزر، يكون حق انه عم ياخذوا الحبوب هدول. تمام. صحيح. دكتور فيتامين اي له علاقه متهم بزياده الموضوع عم بتحسينه؟ ما له علاقه، كثير من الاوقات بنلاقي سيرومات بيستعملوها الصبايا بروتينهم اليومي. هلا مو معقول وحده عم تاخذ حب اللي هو من مشتقات فيتامين اي، وبناخذ كمان كريمات ريتينويدات قويه كثير، فبنحاول نعطي شيء اخف الحقيقه، فلا بد من اعطاء كريمات مناسبه مرطبه للوجه. بهيك حالات انا بفضل الفوسيدات الصوديوم، عم بنحكي نحن اسماء علميه بتعرفي دكتوره. صحيح. ما نعطي ريتينويدات قويه كثير لانه نحن عم ناخذ اصلا شيء جهازي كثير، ما نعطي كريمات مقشره كثير بغض النظر يعني ريتينويد او غيره، فدائما لازم يكون العلاج الموضعي كمان لطيف، لانه هن اصلا عم ياخذوا علاج مقشر محتمل، وانا بنصح فيه الكل يعني اذا عندهم مشكله ما يخافوا، لانه بيعمل بعدين توتر وازعاج ووجود الحب. احنا هدفنا يجي يوم تيجي الصبيه ما تحط مكياج، تطلع بحالتها الطبيعيه، دائما بيقولوا نحن بنحط مكياج حتى نخبيه، وانا بتفهم هالشيء، بس نحن هدفنا انه يجي يوم ما تحط مكياج فلازم تاخذ العلاج. اساسا هالشيء ما بيتم الا اذا حقيقه التزمت بالتعليمات الموصاه من الطبيب. طبعاً. بدون ما هي تضيف من حالها. صح صح. برودكتس ومواد معينه او ادويه. صح. معينه. صح صح صح. طيب دكتور، هلا دائما نحن بنعرف انه الريتان ممنوع للحامل لانه هو طبعا بسبب تشوه الاجنه. طب او المرضع حتى. تمام. طبعا. طب دكتور هلا هل هو كمان نسمع انه بسبب عقم او لا. ممكن بيعمل اذيه للكليه؟ هلا بيعمل اسوء من العقم. بيعمل تشوه للجنين. يعني ما بصير وحده، لانه المراه قبل مثلا ما زواجها، قبل زواجها او المقبل على الزواج. نعم. هل بيسبب له عقم للمراه او اذيه على الكلاوي؟ لا، هلا هو مثل ما قلت لحضرتك بيعمل تشوه للجنين، يعني اذا واحده مثلا عم تاخذ الحبوب وصار عندها حمل، فنحن كثير بنخاف انه يجي حيكون في حمل وولاده، بس حيجي الجنين مشوه. صحيح. فنحن بهيك حاله يعني لازم ياخذوا كل الاحتياطات اللازمه، وانا دائما بنصح من المتزوجين قد ما قالوا لي نحن دكتور حنعمل الاحتياطات، لا بقول لهم ممنوع تاخذ هذا الدواء، هذا الدواء بينعطى او لصبيه لسه ما تزوجت وزواجها بعيد، او انسانه عندها ولدين ثلاثه ومن هون لسنتين ثلاثة او وقفوا او بدهم يكملوا بعد فتره طويله. تمام. دكتور بخضم الحديث جبنا سيره الليزر، انه المريضه يفضل انها ما تعمل اثناء استعمالها للريتان، شو كمان شغلات هي ممنوع عليها انها تعملها خصوصا هلا نحن مقبلين على فصل الصيف؟ تشميس، ديرمابين، هي الامور التجميليه كلياتها. برافو. طبعا يعني ما في داعي للديرمابين، يعني هلا مو غلط بس ما في داعي، ليش حتى تضايق حالها وتضايق بشرتها؟ نحن عم نعطي مرطبات للبشره حتى ترتاح، لان البشره على الحب حتنشف كثير، فما لنا مضطرين معه نعمل شيء يعني خارجي يزعج اكثر، لانه المفروض بس تصبر ما تتخيل نتيجه سحريه من الحبوب، بدها وقت اكثر. بالنسبه للسباحه والبرونزاج
هلأ نحن ما لنا ضد السباحة والتعرض للشمس أكيد، بس ما يكون في إفراط. يعني كثير في صبايا بيقولوا أنه أنا اليوم بدي أنحرق، بدي ما أحط كريم شمسي، بدي فحم يعني، فهذا هي غلط فظيعة. يعني أي حدا بده بالصيف، الحمد لله نحن بلدنا فيها شمس وفيتامين دال موجود أصلاً بأشعة الشمس، هي الشمس مصدر أساسي لفيتامين دال، فلا بد أنه يستخدموا كريمات شمسية يلي عم ياخذوا ريتان للوجه ويلي عم يسبحوا لكل الجسم إجباري. دكتور بس فينا ننبه للمشاهدين كمية الواقي الشمسي، لأنه دائماً المرضى ما بتعرف قدي بدها تحط طبعاً. فإذا فيك بس تخبرنا قديش بتحط المريضة واقي شمسي على وشها؟ طبعاً هلأ بتعرفي دكتورة حضرتك انه الكريمات الشمسيه لازم يكون عيارها الاس بي اف سان بروتكشن فاكتور 50 بلس. هلا ما عاد برا صار يقولوا مثل قبل 50 80 90 100، صار يقولوا 50 بلس، انه 50 بلس يتعادل حوالي من 93 ل 96% حمايه. فلازم يكون اي كريم شمسي 50 بلس، يقروا هالكلمه هي، ولازم اي كريم شمسي يدهن قبل التعرض للشمس بنص ساعه، واذا كنا بمسبح فتره طويله او قاعدين بمزرعه او فوتبول او اي شيء لازم ينعاد دهن كل ساعتين يتجدد. تمام. طب دكتور بحديثنا عن هذا الموضوع، انه كريم واقي الشمسي يعني هو ضروري انه يستخدم اثناء تعرضنا للشمس، هذا الشيء مفروغ منه. نعم. بس نحن مثلا وقت بدنا نروح نسبح او كذا بدنا ناخذ مثلا نعمل تان او هيك. نعم. فهل هو بيمنع اللون ولا هو بيمنع ضرر الشمس؟ هلا الكريم الشمسي بيمنع ضرر الشمس اكيد، بس انه نحن ناخذ لون، بس ممكن نحن نحط الكريم الحمايه اول وبعد فتره نحط الكريمات اللي بتعطي البرزاج. تمام. بس نحن ضروري انه نستخدمها لانه هو اشعه الشمس جدا ضارة. ضروري. وبعدين بدنا نعمل برونزاج ما في مشكله. وفي موضوع ثاني هلا، يعني حضرتك لما حكيت على الكريم الشمسي لفتت نظري لموضوع الكريمات الشمسيه كمان لازم تكون مناسبه للبشره. تمام. يعني بشره دهنيه لازم تاخذ كريم شمسي للبشره الدهنيه. صبيه مثلا عندها حب شباب كثير، فعم تاخذ حبوب، عم تاخذ غسولات، عم تاخذ كريمات وتحط كريم شمسي مكتوب عليه مثلا للبشره الجافه. تمام. فهو بيرطب كثير، بصير في افرازات دهنيه كثير، فممكن ينسى عنها كل شغله، فلازم نحط كريم شمسي يحمينا من الشمس، بس كمان ما يعمل لي طبقه دهنيه يعني في افراط بالدهون، بدنا يكون شيء متوازن الحقيقه. وبالنهايه بنقول لهم اكيد للمشاهدين انه يستشيروا طبيبهم الخاص فيهم، لانه هو اللي رح يقدر يحدد اكثر شيء مناسب لإلهم. ومثل ما تفضل الدكتور، هو الموضوع رحله بدها وقت وما بتخلص بين نهار والثاني. صحيح. شكرا كثير دكتور بشار لوجودك معنا لليوم، حقيقه الحديث كان جدا ممتع. شكرا. وان شاء الله ينعاد عليك بكل خير يا رب. شكرا كثير، كل عام وانت بخير. انت بألف خير دكتور. وهيك بنكون حلقتنا وصلت للاخير، وخلصت اخر حلقه قبل شهر رمضان المبارك. ينعاد عليكم بألف خير، ورح نشتاق لكم كثير. وطبعا رح رافقكم انا بالبرنامج الطبي صحتك بالدنيا يوميا خلال شهر رمضان المبارك على شاشه قناه سما الفضائيه، لنجاوبكم على جميع اسئلتكم الطبيه. انطرونا هلا بدنا نقلكم تبقوا بألف خير.